كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية فورا، محذرا من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوض العلاقات مع التكتل. وجاء في بيان صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل باسم التكتل أنه إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل. And expand the existing drones regime